يتسابق المواطنون هؤلاء كل يوم متنافسين للمشاركة في بناء هذه المدرسة هنا في قرية الدوجما شمالية ديالا. استغل الأهالي أزمة كورونا لبنائها تطوعا على أرض تنازل عنها أحدهم، وبأموال هم تبرعوا بها. تبرعنا بجونمين، وتم التنازل في زراعة ديالة وفي زراعة الخالص وفي تربية ديالة، واكتملت إجراءات التبرع كاملة، ثم بعد ذلك باشروا بالبناء. ومثل ما تشاهدون أنه شباب وشيب القرية كلهم تساندوا لبناء هذه المدرسة. الأهالي يقولون إنهم اضطروا إلى بناء هذه المدرسة من أجل إنقاذ مستقبل أبنائهم، بعدما نفذ صبرهم من انتظار الحكومة في إعادة بناء مدرسة القرية التي هدمت قبل عدة سنوات بحجة الترميم ولم تبنى حتى الآن، مؤكدين أنهم جمعوا أكثر من نصف مليار دينار لإكمال بناء المدرسة الجديدة على نفقتهم الخاصة. استغلينا فترة الحظر، حظر جائحة كورونا، واعتمدنا على أنفسنا بناء المدرسة، مدرسة طبعا متكافئة بها كل سكنة المنطقة، وتعاوننا بيناتنا، والآن إن شاء الله في مراحل متقدمة من بناء المدرسة. كلفتنا ما يقارب أكثر من 500 مليون والعمل مستمر. بحسب الإحصائيات الرسمية في ديالا، فإن مدرسة القرية المهدومة واحدة من بين ما يزيد عن 100 مدرسة هدمت منذ 7 سنوات وتركت دون بناء في المحافظة ضمن ما يسمى بالمشروع رقم 1. هذه المدرسة ليست الأولى التي تبنى بتبرعات الأهالي داخل المحافظة، فهناك مثيلات لها بمناطق أخرى، لأن انعدام الدعم الحكومي وتلكوى إنجاز المشاريع دفع المواطنين في هذه المناطق إلى الاعتماد على أنفسهم. علي العنبقي، ديالى، يو تي في.